هذه الساحة الممتدة بضاحية مدينة مأرب تتحول إلى سوق كبيرة لبيع المواشي مع حلول عيد الأضحى المبارك من كل عام. يتوافد المئات من الناس ممن يحاولون تدبر أمرهم وشراء أضحية عيدية في وضع لم يعد بإمكان المواطن البسيط الإيفاء بحاجياته العائلية، ويحاول البعض منهم وفي حدود إمكاناتهم المادية البسيطة الحصول على أضحية في حدود الممكن. بعض الناس ما بيش مرتبات، وبعض الناس فقير ما يجد الدعم كله، والذي موظف ما جاء راتبه ولا حصل. أغلب القوات المسلحة ما صرفوا راتبهم علشان يعيد بس عمر تفعل يشوف به نازحين به مساكين ما يقدر يشتري له ضحية ما بي. تتضارب الآراء حول سعر الأضاحي بين الزبائن والذين ليس لديهم أي فكرة مسبقة عن عملية البيع والشراء، كون أغلبهم من الوافدين والباعة الذين يعزون ارتفاعها إلى غلاء أسعار الأعلاف ونقلها، معتبرين سعر الأضحية هذا العام أقل بكثير مما كانت عليه في الأعوام السابقة، وأن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة كثرة العرض وندرة الطلب. أقول لك ندخل السوق بغرم يا رئيس صار رسول الله. شوف شوف ندخل السوق هذا ما معنا الا غرم، ما معنا الا غرم، اشتري لها قصب، اشتري لها قضب. ندخل السوق ما بتاعت، ما حد مشتري، لا فلوس مع العرب، الناس واقفه يعني من كل حاجه، والحنا نتنبأ من عند اليسر لا عند اليمن ولا الا يعني الداور كذا مداوره. إذا تجاوزت أسعار الأضاحي حدها المعقول في ظل وضع اقتصادي غاية في التعقيد، وعلى الرغم من رفض السوق بمواشي من عدة مدن نتيجة ارتفاع الأسعار بمأرب، إلا أن الناس يعتبرونه استغلالا لحاجاتهم في ظل غياب دور الرقابة من الجهات المعنية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها. قد يكون تعدد الخيارات فرصة الأهالي لشراء أضحية العيد في مأرب هذا العام، لكن غلاء الأسعار تبقى الهاجس المؤرق للناس هنا، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.